برضو قبل ما اروح استقبل مستر بروكيتش، عايز اقول لحضراتكم برضو تشكيل قطاع الناشئين السنه دي موسم 2021 2022. زي ما شفنا الموسم اللي فات كان فيه شغل كبير داخل قطاع الناشئين، من الشغل ده تحقق انجازات كبيره. برضو هستعرض مع حضراتكم التشكيل الكامل لقطاع الناشئين والبراعم بالاهلي. فريق 2001، المدير الفني الكابتن عمرو انور، المدرب العام الكابتن احمد عبد الظاهر. فريق 2003، الكابتن سيد غريب، المدرب العام الكابتن معتز اينو. فريق 2005، مدير فني كابتن شريف عبد الفضيل، المدرب العام اسحاق اول. فريق 2006، الكابتن سامر عبد الرحمن، وعودة مرة أخرى إلى بيته النادي الأهلي ومعاه المدرب العام الكابتن أحمد رؤوف. الفريق 2007، الكابتن أسامة زكي ومساعد الكابتن سعيد صبحي. 2008، الكابتن أحمد صديق والكابتن أحمد يونس. فريق 2009، أحمد ركبة والكابتن محمد حافظ. 2010، علي الطويل والكابتن سيد العربي. و2011، الكابتن ممدوح عيد والكابتن ميدو ماهر. و2012 دول أصغر سن عندنا في البراعم، الكابتن حسين شكري. هو ده تشكيل إن شاء الله كتيبة العمل داخل قطاع الناشئين بقيادة الكابتن خالد بيبو ومستر بروكيتش المدير الفني الأجنبي. كل التوفيق إن شاء الله لكل الأجهزة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.